أهلا يا جوز العذراء، خلينا نشوف طاقتك. أنت شكلك متعلق ومش قادر تفك نفسك، لأنك أنت شايف في شيء وراك مصيري أنت متعلق فيه، سواء كان علاقة أو عمل. أنت في علاقة شايفها أنت هي كمصير إلك، أو في قرار أنت مش قادر تاخده لأنه شايفه قرار مصيري، يعني يمكن يغير كل مصير حياتك أو مجرى حياتك كليتها. كمان أنت متعلق بشخص، شايفه شخص يمكن شوي متقلب المزاج، عنده تقلبات في مزاجه كعجلة الحظ، يوم معك ويوم إلك. يمكن أنت كمان بانتظار قرار مصيري، مش معاك القرار لكن أنت بانتظار قرار مصيري من هذا الشخص. هل تفك نفسك من هذا التعلق وتمشي وتسيب، ولا تضلك مع هذا الشخص؟ المهم انك انت مش قادر تاخد قرارات، مش قادر تمشي لقدام، مش قادر تكمل في مصيرك. الشخص ده وراك شكله حازم جدا، وانت بتستنى منه في قرار. على فكرة الشخص هذا، لانك انت عارف انه الشخص هذا إذا أعطى قرار خلاص يكون هو صادق فيه. هو شخصيته جدية جدا وجامد هذا الشخص، لكنه ما ياخذ القرار. على فكرة ما ياخذ القرار، بس هو ما قالكش عنه لسه. كمان أنت في العمل بتستنى في ترقية في من مديرك، أو بتستنى في مثلا تحصيل أتعابك. انت بانتظار انه يحكموا لك في اتعابك. يمكن انت في عملك مدير، ومثلا اللي تحت ايد المدير. احتمال هذا الشخص يكون في ارتباط غيرك انت، وانت بتنتظره ياخد قرار بينك وبين الشخص هذا. الشخص هذا ماخد قرار، لكن شوي مجمد قلبه، يعني مش مشاعر، ماخد قرار عقلاني. طيب خلينا نشوف المرتبطين. الشخص اللي شايفك انك انت شخص عنيد جدا، شخص دائما متجاهله. للمرتبطين احنا بنحكي، شخص دائما متجاهله، مو حب لنفسك. انا شايفك انك انت بتحب نفسك، بتحب ذاتك، أناني بعض الشيء. It's up to you. طبعا الموقف متوقف عليك، عشان عن جد فعلا هو شايفك إن كل إشي واقف عليك. شايفك إنك أنت عنيد، لا تقبل بالأقلية. شخص تنتقي كل شيء بالعند، مش متروي. هو شايفك إنك أنت متروي، لكن انت مثلا اذا الاشي بعكسك، بتعاكس هذا الشخص، فبتاخد القرار. بسبب انك انت بتعاند. احتمال انك الشخص هذا طلب منك طلب وبستنى منك قرار متعلق في المصير، احتمال كبير. هو كأنه عرض عليك عرض ومستني منك انت تبوح في كلمتك. احتمال العكس، انت عرضت عليه عرض ومثلا حطيت انه هذا القرار اللي راح ياخده مصيري، انه بعدها راح تقطع. مثلا في عرض واقف بينك وبين هذا الشخص، هذا الشخص بيستنى منك يا اما ردة فعل، يا اما انت بتستنى منه ردة فعل. بس انا حاسس انه انت يعني الشخص ده عارض عليك شيء، لانه بقول لك هون it's up to you، يعني الموقف واقف عليك انت، انت صاحب القرار. فالشخص هذا عارض عليك شيء وانت مطنش هذا الشيء، مطنشه ومش معطي للشخص هذا قرار. انت واقف في القرار مش راضي تاخده، لان انت شايف ان هذا القرار اذا حكيت يس او نو هو قرار مصيري. فكأنك انت متأني وصابر، وفي صبر، في قمة صبرك، وداخل في نفسك كبرج عذراء بتحلل و بتحاسب نفسك وبتراقب هيك شغلات. لهيك
الشخص ده شايفك عنيد جدا، وانت كأنك انت قاعد بتعاند فيه. احتمال يكون بينكوا اطفال، ونقطة القوة بيناتكوا هي الأطفال على فكرة. يمكن هذا الموقف إنه عرض عليك مثلا نبقى مع بعض، انتوا تبقوا مع بعض عشان الأطفال بس، مش علاقة كاملة، بس عشان الأطفال. يعني شايف إن فيها تدخل أطفال، أو الشخص هذا عرض عليك مبلغ إنك أنت تدير بالك هذول الأطفال، لحتى يعني إنه يضلوا معك الأطفال وهو بيصرف عليهم مثلا مبلغ مالي، أو الشخص هذا بيطالب إنه يشوف الأطفال أو إنه يجيبوا الأطفال معاه، لأنه أنا شايف في بينكم مرحلة انفصال مش صايرة بس بدها تصير احتمال. خلينا نشوف. طيب هون، طيب شو نقطة القوة بينكم؟ الاتحاد. انتوا شكلكم كل واحد برأيه، أو متشبث برأيه، دائما متشبث في رأيه، لكن نقطة القوة بيناتكم هي انكم تكونوا متحدين ومتفقين على رأي واحد. انت شكلك لا، متردد دائما، ودائما رأيك انت متشبث في رأيك. فهون بيقولوا لك القوة بيناتكم انكم تكونوا في اتحاد مع بعض، عقلي وعاطفي وعملي. احتمال انتوا مع بعض في العمل، والشخص هذا مثلا عرض عليك عمل اخر، او انه هو يكون معاك في العمل. احتمال يكون نقطة القوة بيناتكم لحتى تضلوا مترابطين مع بعض، ما يكون العمل بيناتكو أقوى، أو تكونوا مع بعض في العمل. طيب شو نقطة الضعف؟ نشوف إيه. انتوا زي ما حكيت لكم، انتوا كل واحد متشبث في رأيه، إيه في فجوات كبيرة في هاي العلاقة بتصير، هي من وراء العصبية الزايدة بيناتكو. كمان انه انتوا زي دائما بيناتكو غضب، غضب. الغضب هو اللي بيضعف هاي العلاقة، خليها ضعيفة أو مهددة بالانهيار في أي وقت، وعدم يعني إيه تبادل الآراء. أنتوا بتتبادلوش الآراء، كل واحد باخد قراره من نفسه. حتى لو بينكوا أطفال مثلا، بتفكروش في الأطفال قد ما بتفكروا مثلا في ذاتكم، في نفسكم. فأنتوا كل واحد متشبث في رأيه، وما بيستشير التاني على العمل، على الأطفال، لا. انت كل واحد بقرر قرار بروح يرميه للتاني، وانت حر تقبل أم لا تقبل هذا الشيء، برجع لك. طيب شو نوايا الشخص هذا؟ أو شو مخبي عنك؟ وشو نوايا الشخص هذا مخبي عنك؟ إنه six of wand. الشخص هذا مخبي عنك إنه بده ينتصر أمام الآخرين، أمام الناس، أو أمام أهله مثلا. داخل بتحدي مع أهله إنه هو اللي تمشي كلمته، لأنه مثلا عائلته عارفين إنك أنت شخص عنيد ولا تقبل مثلا بالشيء اللي عرض عليك، فهو مراهن هذا الرهان. بعدين هذا الشخص مخبي عليك إنه هو متكبر وبحب الانتصارات، لكن بيكون زي بتنازل شوي عشان يوصل للأكبر، عنده شوية تنازل حتى يوصل للإشي القمة، بحب يوصل للقمة دايما، بحب هو يكون مسيطر. مش باتفاقية منكم أو تكونوا متحدين على رأي واحد، لكن هذا الشخص بحب يكون هو المسيطر، هو القائد القطيع، هو القائد في المنزل، هو اللي كلمته تمشي. عشان هيك هو شايفك إنك أنت عنيد، هو شايفك إنك أنت كلمتك بتمشي مثلا في هاي العلاقة. هو بحب يفرجي الآخرين إنه هو الشخص هو اللي ممشي هاي العلاقة، هو مدير أمورها. الشخص ده مخبي عنك إنه هو بحب شفط الحال، أو بحب يفتخر ويتباهى إنه هو مثلا هو القائد، هو اللي بيقود هذا هاي العلاقة، أو بيقود هذا المنزل، أو أي شيء شو ما كانت نوع علاقته. هو بحب الانتصارات. الشخص هذا شو ما كانت الكلفة، الشخص هذا بحب الانتصارات. طب هو شنو هي من ناحية العلاقة؟ هو يعني أنا شايفها إنه هو اللي يكون متحكم في العلاقة، هو المتحكم الوحيد. إيه هو بده تكون العلاقة متحدة متوازنة، لكن بشرط إنه يكون هو المسيطر، هو ماسك زمام الأمور، هو ماسك كل شيء. فالشخص هذا، فالنصيحة بقولولك إنه الموقف متوقف عليك أنت،
وفي موضوع اطفال بيناتكم، اذا في نزاع على الاطفال فالشخص ده حابب وعنده رغبة كبيرة انه يفوز بالطفل اللي معاك، فانتبه من هذا الشخص حابب انه هو يكسب. انا حاسسها هيك يعني، انه بده يكسب، بده يفوز عليك، او بده يتوازن يبين امام الجميع انه هو اللي كسب، هو كسب هاي الحرب، او هو كسب وضعه في العلاقة كقائد، وانه عرف انه يلفك بكلمتين او بعرض او انا اشوف اكتر عشان ما نظلموش يعني الشخص ده. بس انت تذكر انه تبقى الكوين اوف وند، ملكة الرؤساء. الشخص ده ناوي انه يغريك في عرض ما، ناوي يغريك في عرض ما. الشخص ده شكله منجذب لك لكنه حسك انك انت اعلى منه، انت شخص مثلا وضعك الاجتماعي اعلى، شخص مهتم في ذاتك جدا، هو ناوي يفرجيك انه هو نفسك، انت حبك لنفسك، هو نفسه يحب نفسه كمان. بس في اطفال في الموضوع، ممكن انتوا في نزاع بيناتكو على الاطفال، واذا كان في اتفاقية على الاطفال بيكون افضل بيناتكو. اما الصراعات اللي راح تصير هي راح تكون مش لصالحكو ولا لصالح الاطفال، لكن الموقف هو الاطفال، والموقف اللي انت فيه هو متوقف عليك انت يا برج العذراء. طيب خلينا نشوف للمنفصلين. هما بيحكوا لك في غضون الأشهر القليلة القادمة، أو في غضون الجنود تحسن في الصحة. It's good. طيب عشان أفهمهم مع بعض بحب أمسكهم. انت احتمال هذا الشخص جديد في حياتك وعلاقة جديدة، هي طازة احتمال للبعض منكم، ودخلت في العلاقة سريع سريع وطلعت منها سريعين جدا، انه شافك شخص قلول، انت قلق. انت يا برج العذراء بقول لك فعلا انت قبل الشخص المناسب، احتمال انت صحتك تعبانه على فكره، لانه هو شايفك برضه تعبانه، هم بيقولوا لك فيه بيطمنوك فيه للصحه تحسن. طيب قال لي شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شاعر انك انت، هو حاسس بانجذاب ناحيتك، وحاسس انك شخص عقلاني جدا ومسيطر على عقلك، لكن في انا شايف في تناقض يعني في الاحساس. خليني اشوفها شوي. تعرف الشخص هذا شو شايف عندك؟ شايف انك انت عزيز النفس، عندك عزة نفس. وليش؟ لانه شايفك انك انت شخص قلوب، وبعدين شايفك انك انت شخص عندك مستعد ترحل، ولا مثلا تخلي هذا الشخص مثلا يذلك او يهينك او ايا كان، او مثلا يعرض عليك عرض تحس بالظلم من ناحيته، يعرض عليك يساعدك بالمصاري، يساعدك في العمل، يساعدك باي شيء. فالشخص هذا شايف انه انت عندك عزة نفس عالية جدا جدا، وكأنك انت مثلا شخص لا تميل لمصلحتك، شخص لما تحس الامور صار بدها حسم تحسمها، يعني شخص قاطع كالسيف. هو كيف بفكر فيك؟ هو بفكر فيك هارفين. شخص هذا شايفك عقلاني، وانت بتميل في العلاقات للزواج او للعلاقات اللي فيها تفكير في العقل مش في القلب وبالمشاعر، يعني انت شخص تميل للعقل مش للمشاعر، شخص انت ميولك للارتباط للزواج طولي بدون لف ودوران وعلاقات طويلة الامد، لكنه هو شايفك انت او بفكر فيك كزواج، وهو بده يعطيك قرار لزواج. هو كيف كان شايفك في الماضي؟ وكان شايفك قلوق جدا جدا جدا، كان شايفك انك انت بتفكر كتير، وانت فعلا وشاعر انك انت بتفكر جدا جدا قبل ما تعطي القرارات، قبل ما تعطي القرار كان شايفك قلوق جدا جدا،
والقلق والتفكير مسيطر عليك أكتر من المشاعر، كأن أنت لا تملك مشاعر إلا بس تفكير وعقل. يعني أنت مثلا مش مشاعرك بتقودك في العلاقة، أنت يعني هل يصح أو لا يصح العلاقة؟ وأنا شايفك إنك أنت عندك رهبة من اللي حواليك أو الناس اللي حواليك أو في ماضي مرقت فيه، أنت كأنك مش مفكر إنك أنت تفوت في هاي العلاقة. مدام قالوا لك إنه في هون شفاء، أنا اتخربطت فيها، بس مدام إنه شايفين إنه في هيلينج شفاء إلك، معناته أنت شخص إما مارق في علاقة وحاسس إنه مفيش عندك ثقة في الأشخاص، أو بتفوت علاقة أخرى. هو شايف إنك في إشي من الماضي مش قادر تنساه، أو أنت من عيلة يعني شايف إنك عزة نفس وكبرياء، فأنت من عيلة يمكن متوسطة، هو يختلف عنك، هو من عيلة مرموقة، عيلة غنية، شخص مثلا رجل أعمال أو رجلة أعمال، امرأة أعمال يعني بزنس ومان. يمكن في اختلافات بينكم، اختلافات في المدينة، وشافك شخص مختلف عن اللي عرفه قبل هالمرة. الشخص ده شافك انت مختلف، انت طالع من علاقة زواج، احتمال انت شخص منفصل في علاقة زواج، وهو جاء هذا الشخص بعد انفصالك من علاقة زواج، وشافك انك انت عندك قلق من العلاقات، انك تفوت علاقة اخرى، لان انت طالع من علاقة زواج سابقة، وكأن هي العلاقة لساتها مأثرة فيك، لكن هم طموحهم في هناك وانك انت قابلت الشخص الصح. لكن الشخص هذا شايفك انك انت قلو على في ماضي مش قادر تنساه، انت خايف من مثلا ان هو الشخص ده مختلف عنك في المدينة او في الديانة او ايا كان، في اختلافات بيناتكم، عائق بيناتكم، انت شايف انه لا يصح هذا الشخص يكون في حياتك. هو شايف كذلك الامر ان هو مش قادر يفوت حياتك، لانك انت اما مارق في علاقة سابقة طلاق او علاقة صعبة، يعني علاقة كانت طويلة الامد وخرجت منها، او شايفك انك انت عائلتك مثلا ترفض هذا الشخص لانه هو مختلف عنك. احتمال انت لسه ما انهيت العلاقة اللي انت فيها، او مؤخرا، او انت بتضل تفكر انك تنهي العلاقة ومش قادر تنهيها، لانك مقيد مثلا باطفال، مقيد باسرة، مقيد بشيء، او بالعادات والتقاليد تختلف عن هذا الشخص. انت البعض ممكن تكون في اختلافات بيناتكم، فالشخص هذا شافك انك انت في اشي قلقك، في حتة قلقتك، في موقف قلقك، او انت طالع من علاقة فعلا قلقتك، قلقتك ان انت كنت في شخص كنت معاه في علاقة سابقة واخدك عن حب وتزوجت وكل شيء، واكتشفت ان الشخص هذا مخبي كان عنك شيء، فانت اصبحت تخاف من العلاقات وطقتها. طيب شو نوايا الشخص؟ هل هو بيقدر الشخص هذا ناوي يضل يربطك من بعيد و ضل صامت ومتحفظ فيك، لكن هو بده يستناك قبل ما تعمل هيلينج شفاء، خروج من احساسك بالوحده والفراق والالم، واحساسك بالقلق، واحساسك ان نصيبك مثلا ما بتغير، هو مثلا انت جربت مثلا العلاقات مثلا الزواج ايا كانت العلاقه، الاحساس اللي انت بتمر فيه الشخص بده يستناك لحتى تخرج منها، لانه هو شايفك لحد الان كان شايفك ألو وما زال شايفك تعبان وألو، يعني انت ما تغيرتش بالنسبة له، فكيف بده يقدم خطوة وانت لسه ما تغيرت؟ الشخص هذا اللي بده يضل متباعد لفترة ويراقب فيك، وانت تعمل شفاء لنفسك، انت محتاج شفاء تطلع من احساس الوحدة واحساس ان كل الناس مثلا غدروك، او انت طلعت من علاقة كانت متعبة، كانت مثلا علاقة مؤلمة نفسيا، فهو راح ينتظرك تطلع منها، بعدين هو راح يقدم خطوة. الشخص اللي متحفظ فيك وهو في عقله انت كزواج، لكن بيستنى فيك تطلع من اللي انت فيه، اللي بتمرق فيه او انت معيش نفسك فيه.
والمهم عندك هيلينج، وهو بنتظرك انك تعمل هيلينج على فكرة. والشخص ده بيرقبك جدا جدا جدا، متابع معاك للآخر. أتمنى إنك أنت مثلا عندك أطفال وقلقان تتركهم وتروح لزواج آخر أو علاقة أخرى، وخايف عليهم، خايف إنك تتركهم وحيدين، ومفيش مثلا أسرة تهتم فيهم، مفيش طرف وشخص مثلا هذا رافض إنه تكون معاك، يكون معاك أطفالك في العلاقة هاي. لكن هذا الشخص راح يكون متحفظ برأيه على فكرة. الشخص هذا يمكن عرض عليك عرض زواج مثلا، وانت معاك اطفال وانت خايف على الاطفال، لكن مثلا قطعيا دون الاطفال او دون الاسرة او دون شخص. طيب خلينا نشوف الكراش، وانت تستحق الحب يا برج العذراء. نشوف الكراش هون ايش بيحكوا لك. اول اشي بيقولوا لك هون في حل سلمي وانت تستحق الحب، في حل سلمي. خلينا نشوف شو الحل السلمي. هل ببادلك نفس المشاعر وشو نواياه؟ هل راح يعترف لك ولا لا؟ أو الشخص هاد شايفك متوازن جدا، مشاعر إنك أنت نفس المستوى التوازن بيناتكو، أنت كأنك بتشبه إيه، حاسك إنه أنت سكس أوف بنتكل، أنت من الطبقة اللي هو بنتميلها أو من العرف اللي هو بنتميله، هو شايفك إنك أنت طليق فيه، نفس التوازن. نفس التوازن، وشعر ان انتو تنفعوا لبعض. هل هو نفس بيبعت لك نفس المشاعر؟ نعم، هو بده بداية معاك، واحتمال الشخص هذا شايف فيك مشروع انتو الاثنين بس تنفع تعملوه، تكبروه مع بعض. هو شعر انك انت فرصة، او بيبعت لك نفس البدايات. مش عارف اذا انتو كنتوا مع بعض في عمل وصار نزاع بينكم في عمل، والشخص ده شوي تزعزع عنك او تباعد عنك بسبب العمل او بسبب شخص اخر عنده طرف اخر هو لسه ما خلصش منه. الشخص هذا راح يجيك ويعرض عليك على فكرة عرض حل سلمي. هو هذا الكرت انه اللي بيبادرك نفسه، طبعا بيبادرك، لكن هو بده يعرض عليك عرض حل سلمي. إذا الشخص هذا كان في زواج آخر غيرك أنت يا برج العذراء، الشخص هذا يعرض عليك عرض يناسبك أنت. في شيء هو بده يعمله يناسبك أنت يا برج العذراء، سواء كان زواج، سواء كان عرض في عمل. إذا كنتوا أنتوا في نفس العمل وانفصلتوا من العمل وكل منكم راح على حدة، فالشخص هذا يمكن يرجعك للعمل معاه وتشتغلوا مع بعض أكتر. الشخص هذا نواياه يبني أحلامه معاك، وشايفك فرصة، فرصة، فرصة. الشخص اللي شايفك منتكل كتير، يعني شايفك حلم من أحلامه اللي بدها تتحقق. كمان أنت تكون شخص كاريزما من كل شيء، حتى في العمل، حتى في الشكل. الشخص هذا مبهور فيك وشايف كأنه أنت لوحة فنية أمامه. بس خلينا نشوف نواياه، يعني صادقة أو مش صادقة. أنا وهي صادقة جدا، أحبك الشخص هذا جدا جدا، أحبك ومعجب فيك ومشوش فيك وهيك متفاجئ فيك، وكأنه شايفك إنك أنت شخص متوازن، شخص عملي، وشخص على فكرة عطوف وحنون وطيب، وأنت تشعر بالآخرين. شايفك إنك أنت تشعر بالآخرين، وأنت بتعرف وجع الآخرين، وبتعرف كيف تطبطب على وجع الآخرين أو تشفي الآخرين. وشايفك شفاء، شايفك فرصة. الاس اوف بانتيكل والاس اوف سورد، اس اوف بانتيكل والاس اوف كابس. تخيل، وشايفك شيء عظيم، يعني شيء جميل وكبير جدا، وبحبك حب صادق جدا جدا جدا. هاي راح يعترف لك. الشخص هذا مش متحمل اصلا يضل يحلم فيك و يكابر. بس انا مش عارف ايش في حل سلمي. لما انتوا كنتوا مثلا فتحتوا الموضوع وتبادلتوا الاراء، او مثلا ما عجبكش رايه،
قلت له روح، انا مثلا مش عاجبني الرأي تبعك، وشايفك متوازن، انت بتحب بتكون كل شيء او لك عارف قيمة نفسك وما بتتنازلش عن شيء يقلل قيمتك. يعني اذا اشي حسيته قلل قيمتك لا ما بتتنازلش عن هذا الموضوع، بدك شيء يرفع قيمتك. عشان هيك بقولك انت محبوب، انت تستحق الحب، لانك انت نفسك عارف قيمة نفسك. إن شاء الله خير يا برج العذراء العاطفة. خلينا نشوف العمل. طبعا أنا بغير الكروت عشان هي طاقة عاطفة وزواج، وهذا خلينا في طاقة العمل نشوف كيف عملك يا برج العذراء. قبل ما نحكي عن العمل، إن برج الميزان، برج الميزان وبرج الثور، برج الدلو، برج السرطان، وفي طاقات نارية مائية نارية ترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة. نشوف طاقتك. دم، السرطان، السرطان والعقرب. هلا نشوف العمل والصحة. والمال، عفوا السفر، بدي بس المال هي تشمل العمل. نشوف برج العذراء. انت تعمل شفاء لنفسك يا برج العذراء. هذا او يعني بالصدفه انت عندك شفاء لقلبك، انت تعمل شفاء لقلبك او تشفيت وفتحت قلبك للحياه وللحب، او في حدا بده يمكن للكراش وصر انه يحكي لكم بحبكم. بس انا فتحها هذول الكروت طاقه عمل. الدراسة كل شيء. نشوف العمل. الصحة. السفر. الدراسة. شكلك انت مهتم في عملك جدا. شكلك انت معروض عليك عرض وانت بتفكر فيه، او انت عرضت عمل على شخص اخر يشاركك فيه، تفوتوا مثلا شراكة، او انت شخص مشهور ومع مثلا مرموق ومعروف، ومثلا على السوشيال ميديا في محيطك، وفي اشخاص بيعرضوا عليك عروضات مثلا تمول لهم مثلا عملهم عن طريقك. خلينا نشوف. طيب انت اول اشي عملك في شيء انت متجاهله، عرض انت متجاهله، يعني بدي ارجع لك للطاقه هي، في انت اشياء متجاهله هو بقرر مصيرك. للبعض منكم انتو يا برج العذراء في عمل الروحانيات، احتمال تكون انت شخص قارئ تاروت، قارئ فنجان، او بصيرتك قويه جدا، وانت يمكن عمالك بتقوي بصيرتك لحتى تستغلها أو تنميها، تنمي قدراتك الروحانية جدا. احتمال أنت بتعمل عمل في السر وأنت مش حابب حدا يعرفه، أنت زي حابب إنه يكون عمل سر في السر، ما بدك حدا مثلا يعرف أو يعرفك أنت كشخص، يعرفك شخصيا، كأنه أنت بدكش حدا يعرفك. أنت مثلا شخصية وبتظهر بشخصية أخرى وما بدك حدا يعرف هاي الشخصية. احتمال انت تكون طبيب معالج، لكن راح تكون طبيب معالج في الروحانيات، في علاج الروحانيات، علاج شفاء الأشخاص نفسيا.
احتمال انت بتعالج الاشخاص نفسيا، مثلا شخص مثلا عنيد ومسيطر ومتصل، بتخلي شخص لين وهادئ واجتماعي، من شخص متوحد لشخص اجتماعي. انت مسؤول عن شخص او شخصين، شخص فيهم عنيد وشخص لين جدا، وانت بدك تعكس الشخصيتين. وكأن هذا العمل انت مثلا الاشخاص الناس مثلا ما بيعرفوش في هذا العمل، عمل اضافي غير عملك مثلا اللي انت منجز فيه. احتمال انت داخل عمل تجميلي، تجميل او ازياء، او انت مثلا شخص بتغير الشخص، هيئة الشخص من التجميل، يعني في التجميل اغلبا، في التجميل يعني البعض منكم تغيير هيئة الشخص، مثلا لون الشعر، الملابس، الاكسسوارات، هي الشغلة. طيب خلينا نشوف الصحة. مؤخرا يا برج العذراء انت طلعت من كسرة قلب، او انت كنت عامل عملية في قلبك وانت شفيت تماما من هاي العملية. للبعض منكم انت كنت بحاجة عملية، وكأنه في ناس اتبرعوا لك وقدموا لك تبرعات لحتى تعمل هاي العملية، وكان حسابك الشخصي مش حساب مثلا المستشفى. انت يمكن تاخد هيك حبوب شوية لعلاج القلب، في اشي عندك في القلب مشكلة هي برج العذراء، لكن انت راح تطلع منها، راح تطلع منها. في عندك يمكن وجع بتحسه بمفاصلك ورأسك بيزيدوا مع بعض مثلا، وانت بتدور له على علاج، في رحلة علاج انت بتدور عليها، بتبحث عنها على الانترنت مع الاشخاص مع العائلة، وفي حدا قدم لك هذا العلاج مجانا، احتمال انه يكون مجانا. في شيء، او انت طبيب قلب وانت بتحب تساعد الاخرين في الشفاء مجانا. احتمال انت بتشاور اشخاص في عملية زرع قلب، او وانت متردد من هالحكاية يا برج العذراء. احتمال حدا من الاسرة تعبان في القلب، مش شرط انت يعني، الله يعافي الجميع، لكن مش شرط انت، احتمال حدا في الاسرة تعبان عند القلب، وانت بتستشير في العائلة مثلا انه شو العلاج المناسب له، او مثلا المشفى المناسب له، انت بتستشير في العائلة، في استشارة بينكو طبية، لكن هاي العملية راح تتم وراح يكون كل شيء تمام، يعني مش راح تأثر على الشخص هذا او عليكو. في شوية اشخاص جسديا تعبانين كمفاصل وشغلات هاي، راح يتشافوا منها ويطلعوا منها، ولكن شيء يعني حدث. طيب خلينا نشوف السفر. السفر يا برج العذراء، انت جاك رد، رفض، زعلان جدا جدا، وعندك رفض يا اما لجنسية او هوية، او رفض امني، او انت في عندك احلام بالسفر لكن لا تملك المال انك انت تحققه، وزعلان من نفسك، وكأنه حاسس انه انت بدك شغل كتير حتى تقدر تسافر وتوصل. حاسس انه السفر واقف على على مال، قضية مال وبناء احلام، انت بدك تسافر عشان تحقق احلامك. للبعض منكم في شوية تعب، نفسي، وبدكم تغيروا نفسيتكم، مشوشين، حابين تسافروا لبلاد فيها فقراء وتوزعوا لهم مثلا صدقة، أو تبنوا مثلا مسجد، جامع، أو أي شيء، يعني شيء فيه صدقة عشان أنتوا تتحسنوا نفسيا، حاسين إنه أنتوا إذا أعطيتوا راح تريح نفسيا. بس خلينا نشوف العمل. انت شكلك بتدرس كتير يا برج العذراء، عندك امتحانات كتير، انت بتدرس في شيء
يمكن اونلاين تدرس اونلاين، انت يمكن تدرس اونلاين مع وضعنا في كورونا، يمكن انت تدرس على الاونلاين وكأنه حاسس بغضب من ناحية الدراسة على الاونلاين او البعد، انت عندك غضب فظيع وحاسس نفسك انك انت عندك بتعمل جهد كبير. احتمال انت شخص بتدرس على الانترنت شغلات عن الرياضة، الجسد، عن الفن، أو بتلف حوالين العالم عن مثلا عندك بحث عن ديانة معينة، معتقد عن شخص مثلا مرموق، وعندك بحث كثيف عنه عامل بحث عليه، في شيء انت عامل بحث عليه عن طريق الانترنت، وانت زي بدك تخلصه بسرعة بسرعة وتسلمه، وكأن عندك عامل مجهود كبير فيه، في بحث انت عامله، وكأنك تتواصل مع ناس كتير لحتى توصل لشخصية هذا الإنسان أو للبحث المعين اللي أنت عامله، سواء فيزياء، كيمياء، أي شيء أنت، أو مثلا أدب. أنا بس أنا بشك إنه أدب إشي أدبي، شخص مثلا معروف وأنت بتتساءل عنه بكثرة، وبتتواصل مع الناس عشان تقدر توصل للغزة أو توصل ل عن حياته، عن كل شيء، تعرف عن حياته أكتر. في تواصل على الإنترنت، أنت بتدرس شيء عن طريق الإنترنت أو عملك على الإنترنت، بتقعد على الإنترنت كتير.